انا غازيه. نهار ونهار ما مرسمنش مع الفلاحه، ما مرسمنش ومعدبن خلاص ما كاينش، والعيشه قد الوقت وصافي تشتي تمره قدامك ما كاين حتى حاجه، ما كاين خطره 8 السوايع خطره 6 السوايع بحال اللي حنا تخدموا 11 تنعمروا فيها تمشيو بحالنا. يعني الفلاحه مزيانه زعما صراحه تتعاملوا معنا مزيان، ولكن الثمن قليل، الثمن قليل، خطره 60 درهم قلت لك، خطره 70 درهم، هذا الشيء اللي كاين. النهار 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 كله، ايوا النهار كله غتخدمي ب 60 درهم وصيري خلصي 1000 فرنك في النهار عاوتاني ديال الكريه، يعني 60000 فرنك تطعم لك في الشهر ديال الكريه، وفين ماكلتها وفين مصروفها وفين ما تعطي الاولاد فين ما تعطي الوالدين، ما كاين والو صافي، حنا عايشين تحت الارض وصافي، هذا الشيء اللي كاين. ضايعين في الاثمنه باش تنخدموا، ضايعين ضايعين الزينه، ضايعين ماشي ما هنا خدمه شويه وطلقوا الوقت وصافي. تنخدموا هنا دائما ومزيانين زعما، كاين هاد الفلاحه كنعيشوا منها حنا والمجتمع كامل واي واحد عايش منها مرتاحين، ولكن شويه تمر شويه العيال وصافي، وكلشي خدام على اللي عنده وليدات تيخدم عليهم واللي عنده والديه تيخدم عليهم. هاد العمل تنجبو من عرق كتافنا، كيعاونني باش ندير الاسره ديالي، نوكل وليداتي، نكول البيت ديالي، اي حاجه اي حاجه. هاد العمل تناكلو منو طريف ديال الخبز باش ما نعولو على حتى شي واحد. ان منطقه الغرب واللقوس تتميز بانتاج الفواكه الحمراء وخصوصا فاكهه توت الارض، اللي تقريبا اللي كاين هناك 3600 هكتار ديال توت الارض، وهذه الفاكهه اللي تصدر 70% تصدر الى الخارج، ويستفيد الاتحاد الاوروبي 95% منها، حيث تصدر تقريبا 30 طن طازجه و70 حتى 75 طن مجمده، بالاضافه الى هذيك 80000 طن اللي تستفد منها السوق الوطنيه ديال المشوي اللي مطروح، وهو خص التنويع ديال الاسواق لتصدير هذه الفاكهه، فخص ابحاث اسواق شديده في اوروبا في اسيا، وخصوصا يجب البحث عن اسواق في القاره الافريقيه، لان القاره الافريقيه هي سوق كبير وجد وواعد هنا في المستقبل ان شاء الله. كذلك هناك مشاكل مطروحه، وهو المشاكل ديال الشتلات اللي هي غاليه جدا، اللي خاص نطوروا البحث العلمي والزراعي باش كيفاش احنا يمكن لنا ان نحصلوا على هاد الشتلات. كذلك هذا القطاع اللي هو اللي تيخدم هذا القطاع ديال توت الارض اللي هو تيخدم واحد اليد عامله مهمه، وخصوصا اليد العامله النسائيه اللي تتوصل الى 70% سواء في الضيعات الزراعيه وكذلك في محطات التجميد والتلفيف.